السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عام 1987 بدأت رحلاتي المكوكية لحضور مؤتمرات إسلامية في أوروبا، خاصة في ألمانيا في مدينة ميونخ، وفي فرنسا في مدينة باريس. وبدأنا كان عندنا مشروع اسمه السنة النبوية أو إحياء السنة النبوية، اللي هو في كل السنن النبوية من الصيام والصدقات إلى آخره، يوم عرفة ويوم عاشوراء، 6 أيام البيض والقربان والعقائق والنزول إلى آخره إلى آخره. ونخلد في هذا الموضوع شخصية سيدنا عمر بن عبد العزيز، اللي هو جمع السنة النبوية في عصره. وبدأنا نعمل مطبوعات كبيرة مكتوبة معمولة باللغات المختلفة. أول لغة كانت الإنجليزي والعربي والأردو، وبالإضافة إلى اللغة الألمانية واللغة الفرنسية كذلك. وكنت أنا قررت أن أنا أسافر لباريس وأسافر لألمانيا في عام 1987 لحضور مثل هذه المؤتمرات. وطبعا فرنسا دايما هي قمة العداء، يعني أو مش هقول عداء، يعني التطرف في التعامل مع الإسلام أو الراديكالية الفرنسية مع الإسلام. وأنا في المطار واخد معايا صناديق مكتوب عليها سنة وحاجة زي كده، هو طبعا رأيت رؤية في المنام قبل الليلة أنا سافرت فيها دي. الرؤية أن أنا وصلت لباريس ورجلي كانت مكسورة، ما كنتش فاهم الرؤية معناها إيه يعني. بالتالي المهم لما وصلت المطار وطلعت الصناديق وخدت الصناديق معايا اللي فيها المنشورات موجودة باللغة الفرنسية، يعني كان ممكن الضابط اللي موجود في المطار يقراها ويلاقي أن ما فيش أي حاجة سياسية. فهو ما بص على الصندوقين دول وقال لا دول ما يخشوش يا ابني الحلال. قعدت اقول لي يمين شمال يمين شمال يمين شمال، ما فيش فايده. خد الصندوقين وهو ما سمحليش ان انا اخدهم معاه وانا يعني مسافر هناك يعني. فالمهم يعني وصلت الى المؤتمر ما عنديش ولا ورقه تعريف بالاغاثه الاسلاميه والعياذ بالله في ذلك الوقت، حتى الناحيه الدعويه اللي هي التعريف بالسنن النبوية طبعا. وكانت الإمكانيات بتاعت الجمعيات هناك بسيطة جدا جدا، كان بيت مجرد بيت كبير بيأوي الناس واللي هو المسجد يعني، وكان القاعة السفلى تحت دي فيها المحاضرات تاخد لها 100 أو 200، وكنت أنا بنام في غرفة في الطابق الثاني أو الثالث يعني. عارف كان ساعتها معي بطاطين ولا كنت بنام واخد سجادة من هناك يعني. المهم كان أشياء جميلة. نفس المنشورات دي عملتها لما رحت في المؤتمرات بتاعت ميونخ اللي كان عملها المركز الإسلامي في ميونخ، لكن المرة دي مثلا الألمان ما وقفونيش ووزعت الأمور دي كلها. ودي كانت أول مرة أتقابل فيها مع الإعلامي الكبير أسعد طه، اللي هو يعني تعلمت منه الكثير هناك. كان لسه هو مراسل لبعض الصحف العربية اللي بيرسلها عن منطقة البرقان، كان هو مهتم جدا بمنطقة البرقان ومنطقة وسط آسيا إلى آخره. هكذا خرجت الرؤية بتاعتنا من مجرد نحن نعمل الرحلات الرمضانية في داخل بريطانيا إلى أننا بدأنا نذهب للقارة الأوروبية علشان ننشر فيها رسالتنا باللغة الأوروبية الأخرى كالفرنسية أو كالألمانية. ده اللي حصل معانا في عام 1987 قبل أن نخرج من 87 لأعوام أخرى.